السلع الاستراتيجية. تعدينا ال 13 شهر في بعض السلع، لقاءات مستمرية مع القطاع الخاص أيضا لضبط عملية الأسعار، لسه في اجتماع مع منتجي الزيوت، وفي تعاون كبير ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في هذا المجال. ضبط الأسعار ورقابة الأسواق عمل يومي بنطمن المواطنين على المخزون الاستراتيجي، وعندنا الرغبة في زيادة هذا المخزون، وطبعا الزيادة دي لازم يتبعها زيادة أيضا في ساعات التخزينية، ويتبعها أيضا زيادة في الصوامع، وده العمل اللي احنا شغالين عليه. شكرا مع الوزير. مشرفة النهاردة في اسكندرية، وأكبر دليل على أي موجود بروبزل الصرح العظيم اللي احنا شايفينه اللي هو الخلفية بتاعتنا موجودة فيه، والمجهود المتميز لجميع العاملين. وبالنسبة لضبط الأسواق كلنا بلا استثناء بيتم متابعة اختبار الجملة والتجزئة للتأكد من ضبط الأسواق لتوفير السلعة بالسعر المناسب لجميع المواطنين. شكرا. شكرا. شكرا معالي الوزير. عندي هنا حضرتك هنا منظفات زي اللي بيشبك الزيوت، هنا دلوقتي الزيوت عندي يا حضرتك ده اللي هو اهو انا ببيعه ب 64 جنيه 64 جنيه يا حضرتك. وحضرتك اللي انا بتجيبه حضرتك في حاجه معلومه جديده اللي هو الزيوت اللي هو يوقع 20,000 طن لو شركات فجيتهم بعد أصبحت كل 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 كل